الفونتيل هنا عامل كام؟ الفونتيل ده 20 جنيه. الكبير ده 40 جنيه. اللي هنا 40 جنيه. مساحة الإزاز 20 جنيه. هنا 35 جنيه. ده الجرامي 15 جنيه. ده نوع ايه ده؟ 15 جنيه. هنا بنطلات اغلى. سودا بقى. ده كوبي. اسمه ايه؟ كوبي. عامل كام؟ 11. هنا غالي. ده نوع ايه؟ 4 ب 10. مولي. مولي. هنا؟ ده كوبي. عامل كام؟ 4 ب 10. هنا غالي. ده 3 ب 10. نوعه ايه؟ زبرا. الاستوماس بكام؟ الاستوماس 10. هنا النوع الاسود ده يا غالي؟ لا ده لاين هيد. عامله كام؟ 250. سلام ما شاء الله. هنا كبير ده الكاتفيش 3 ب 10 وال5 ب 20 اللي هو الاخضر. هنا؟ لا دي هنا في حاجات ب 450 وب 750. ده انجل غالي؟ ده انجل بس كوي. عامل كام؟ ده الاثنين 200 وفي التترا اللي معاها الزرقاء الصغيره ديت. ده مش زن ان شاء الله. والانجل ده؟ يعني انجل صغير ب 5. والقواقع ال 5 ب 20. الله يرحمك. دي ب 50 جنيه. هنا 50 جنيه. وهنا يا غالي؟ في رقم تليفون او حاجه؟ 011 29 29 27 27 28 28 98 98. الف شكرا كبير. الاكل عامل كام يوم؟ الاكل عامل 10 و15. الحاجات بالمستلزمات بتاعت الاسماك بتبدا من كام؟ اللي هي السكريات والحاجات دي؟ 2 ب 5 وواحده ب 5. العلبه بتاعت الاكل؟ ب 10 جنيه. الشبكه 5 جنيه. ما شاء الله. المواتير وكده؟ المواتير ب 35 والكبير ب 50. الديكورات 15 و 10. الله ينور. عايزك تقول لنا المكان هنا يعني وصف بطريقه سهله اللي عايز يجي لحضرتك في السوق. محل الشرقاوي بتاع كبر. امامه بالظبط. محل الشرقاوي بتاع كبر. الله ينور. شكرا. ده هنا يا غالي؟ ده المولي ب 5 جنيه الواحده. ده هنا سمك مولي 5 جنيه ما شاء الله. ده جوبل 10 ب 35. 10 ب 35 جوبل. دي زبرا امهات الواحده ب 10 جنيه وفي درام الواحده ب 10 جنيه برضه ما شاء الله. في جوز انجل هو ده الواحده ب 25 مساح الواحده ب 15. في هنا مساح الواحده ب 25 بلاك ستومس. ان شاء الله. ده ال 10 ب 35. الاصفر ده ايه؟ ده ال 10 ب 35. نوعه ايه بقى؟ ده مولي ماربل ان شاء الله. ده قوي 10 ب 40 جنيه ما شاء الله. ده هنا الاسود ده ايه؟ واحده ب 5 جنيه. ده بلاك مون. بلاك ايه؟ بلاك مون. السمكه اللي هي انا طالع على البر ما شاء الله. ده قوي ده برده ال 10 ب 35. الله ينور عليك. دي خدناه. الانجل ده بكام؟ ده الانجل واحده ب 5 جنيه. واحده ب 5 جنيه. هنا سمك الانجل واحده ب 5 جنيه ما شاء الله. بيرقص حركته كعيه جامده جدا. بصوا يا جماعه ما شاء الله. ده هنا؟ ده هنا الفلوس ب 15 اللي هو البنجاسوس. وده الجرامي ده الواحده ب 25. طبعا بيكبروا عن كده. طبعا. الله اكبر عليك. بصوا يا جماعه السمك الجامد ده شارك ده الواحده ب 45 جنيه. ده مستوى ما شاء الله. بصوا شكلهم جامد جدا. من هولندا. من هولندا على هنا. وده هنا؟ ده الجرامي ده الاثنين ب 15 والمساح دي الواحده ب 10 جنيه. بتضرب الاسعار. الحاجات دي بتكبر عن كده؟ كتير بتبقى يعني المساح ده بيبقى قد الكف كده 2 كيلو مثلا ما شاء الله. ده بيوصل طوله قد ايه؟ ده مثلا بيبقى بتاع 15 سم ما شاء الله. والجرامي ده اخره كده؟ اخره مثلا بيبقى نص الكف كده. ما شاء الله عليك. دوان بيكبر بيوصل لكف الايد. الله ينور عليك. ده هنا الواحده الرز بارب. ده الرز بارب ده سمك بيعيش في مجموعات. ده اللي واحده ب 10 جنيه ما شاء الله. في معاه انواع ثانيه؟ في لا هو المساح بس اللي زي ما انا قلت الواحده ب 15. هنا ده ال 10 ب 35 ما شاء الله. زبرا بيعيش في مجموعات برضه. ده مفترس؟ لا ده مش مفترس خالص. بيكبر حجمه عن كده؟ بيكبر بيبقى مثلا قد العملتين ما شاء الله. ده هنا؟ ده هنا الواحده ب 5 جنيه. ده ممكن نوع ايه؟ 10 ب 40. مولي ما شاء الله. شكله جامد جدا. في منه الوان كتير. زي ما انت شايف منه الوان تاني بيكبر بيبقى مثلا السبعين دول كده ما شاء الله عليك. الانجستس قلبين عن كام؟ 20. ده مولي بالهم اللي بنمه 15 بيكبر عن كده. طبعا. ده هنا الواحده ب 25 جنيه. نفس الانواع وراندا وبلاك مور. ما شاء الله. حاجات مستورده. هنا الحاجه ب 50 جنيه.
وده هنا؟ ده هنا الواحدة بخمسة جنيه. ما شاء الله. في بقى فوق مساح ده ب 30 جنيه. يعني ده ب 30 جنيه. ده عامل كام؟ ده اللي هو 25 و35. ورينا كده اشكاله كده هنقول. بصوا يا جماعه احمر وازرق. اغلى حاجه منه بكام؟ في حاجه بتعدي 150 جنيه. بس ان شاء الله. الله ينور عليك. خدنا اللي فوق ده. في عندك هنا برضه. بص ده خدناه. بص لي كده يا اخو. عايزك تقول لي بقى يا كبير ايه الانواع الاكتر اللي الناس بتاخدها منك؟ اللي عليهم طلب. الحاجات الشعبيه بقى. كل الحاجات دي لازم ليها اجهزه وكده عشان تتنفس. حاجات زي الزبره ممكن 20 جرامي. جرامي ممكن 20 جرام. الله ينور عليك. الباقي لازم اكسجين والكلام ده. عايزك تدينا كام نصيحه للناس اللي بتجي تشتري وكده. يعني عايز اقول لكم ان سمعتنا نمبر 1. الله ينور عليك. في حاجات ممكن الناس تعملها غلط وهي لسه شاريه السمكه تموتها؟ مثلا اكل كتير. اكل يوم ويوم ويوم. اكل كتير. الصح بقى ايه؟ الصح ان تاكل يوم ويوم حاجات بسيطه. لما اخد السمكه بالكيس بتاعها اروح افضيها في الحوض على طول ولا اسيبها شويه؟ وش الميه شويه. السمكه. طب وحوار الكلور اللي بيبقى في الميه ده ايه؟ على حسب مناسب الحوض. احط مذيب كلور 5 دقايق يدوب في الميه بعد كده السمكه. الله ينور عليك يا اخو اسلام. الاسعار هنا عامله كام يا كبير؟ الاسعار خالص الفل. قال لك ب 20 فوق 25 فوق فانتين. من هنا ب 20 ل 25. من هنا ل 15 ل 10 ل 5 كله فانتيل. ده جرامي. ده جرامي عامل كام؟ جرامي نقط. الفردتين الجزء 30. ما شاء الله. حوامل. مساحه الازاز محمل من 10 ل 15 وانت طالع. ما شاء الله. الاكياس هنا اي كيس ب 10. ما شاء الله. السمك ده سمك مولي 3 ب 10 ولا 4 ب 10. ما شاء الله. بياكل ايه معلش؟ تناول للجميع. في رقم تليفون طيب؟ ايوه زيرو موجود. دور 11. ايوه دور 11. 4 2 4 2 6 7 1 8 6 6 7 1 8 8 زي. شكرا. عامل كام؟ ده ال 4 ب 10. هنا ده انجل. عامل كام؟ الجزء ب 10. ده 1 ده فانتيل الجزء ب 15. وهنا يا كبير؟ الواحدة ب 15 الأمهات الكبيرة. هنا 5 ب 20. اللي فوق ده غالي؟ ده لاين هيد الواحدة ب 120. واللي جنبي ده سوليتير؟ عامل كام؟ 25. الواحدة ب 5 و 5 ب 10. واللي جنبي نفس الأسعار برضه؟ لا 4 ب 10. إن شاء الله. والكواكع دي عاملة كام؟ 4 ب 10. في رقم تليفون غالي أو حاجة توصيل؟ كام الحتة دي؟ بصوا يا جماعة أنا معدات صيد أول مرة مصورها على القناة. الجهاز ده عامل كام يا غالي؟ من 25 ل 140 جنيه. ل 45. ده اللي بتلف بيه وده اللي عصايه الصناره. ده ايه ده يا غالي؟ ده اللي هو في رقم تليفون تحب تحطه لو حد عايز ياخد شغل بره السوق؟ ما شاء الله. ربنا يجزاكم فضل ونعيم ويفيدك. الاكل عيش على راسنا. وهي موضوع بيبقى هوايه يعني ومش شغل اساسي. ممكن رقم تليفون زيرو كام؟ 015 015 2 3 1 5 9 6 8 9 8 9. الله ينور عليك يا ولد. حاجه بطل السمك موجود هنا يا جماعه. السمك الشبك لوازم الصيد. بسرعه 80 جنيه بس. الله ينور عليك يا كبير. في رقم تليفون. شكرا. بس يا جماعه اكسسوارات سمك ده عامل كام يا غالي؟ ده بصوا ده طلع في فيلم قبل. ده عامل كام؟ بيت اللي هو سلطع. بصوا هنا كل الاشكال. اقل حاجه بتبدا من كام؟ والاغلى هي المركبه اللي انت. الله ينور عليك. في رقم تليفون زيرو زيرو 100 6 5 6 1 7 1 3. حبيبي يا نجم الف شكر يا غالي. نورت الدنيا.